أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل: ما الفرق بين الكفر والشرك؟ الكفر قد يكون بالجحود، يكون بالجحود فلا يؤمن بالله أبدا، والشرك المشرك يؤمن بالله لكن يعبد معه غيره. المشرك أحسن حالا من الكافر، الكافر معناه أنه ما يؤمن بالله، وأما المشرك فهو يؤمن بالله لكن يشرك معه غيره في العبادة. ولهذا قالوا: كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشركا. قد يكون الكافر ملحد، لا يؤمن بالله ولا يؤمن برب، ملحد، وأما المشرك فهو يؤمن بالله بعض الإيمان لكن يشرك به في العبادة. نعم.